جايز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين كاملين لاباس. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، بالنسبه للناس جداد مرحبا بكم والف مرحبا، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوني ما تنساوش انتم تتفرجوا فيا، ضغطوا على سابوني او على سبسكرايب اللي كتكون لتحت، وخصوصا خصوصا ضغطوا على الجرس اللي كيكون حداها باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي فوق ما نحط شي فيديو يوصلكم. وبالنسبه للناس اللي عندي في اليوتيوب هنايا وما عنديش في الانستغرام، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، هنايا مكتوب، المهم في شي بلاصه هنايا غادي يكون مكتوب. دخلوا وتابوناو في الانستغرام، تما كنكون ديما تقدروا تهضروا معايا، تقدروا تواصلوا معايا، تما كنكون اكثر من يوتيوب. بالنسبه لا فيديو ديال اليوم غادي تكون فيديو على الشعر، لقيتوني يلا غادي ندخل دابا ندوش، وقلت علاش لا ما ندير لكمش، نصور لكم روتين ديال شعري شنو كنديرو. ونيت ثاني درت لكم سونداج، قلت لكم واش بغيتوا تشوفوا يعني فلوغ روتين ديالي ديال النهار شنو كندير فيه وهذا، ولا ندير لكم روتين ديال شعري، وبزاف اللي اختاروا روتين ديال الشعر ديالي. المهم خليكم على فيديو باش تشوفوا كلشي. المهم اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نقول لكم بلي شعري ما مشوطش نهائيا، شعري كنعس به مطلوق في الليل، وهادي نصيحه غادي نعطيها لكم حتى نتوما نعسوا بشعركم مطلوق، ما تجمعوهش ما ديروليه شي خدمه ماشي هادي، لحقاش الشعر ديالنا خصو يبقى منفس ويتنفس مزيان. وصافي المهم شعري فاش كنعس به مطلوق راه بيان سور غادي يتخبل. واول حاجه غادي نبدا لكم بها هي غادي نسرح شعري، لحقاش شعري ما كنمشطوش نهائيا في الدوش، يعني كنسرحو اولا كنسلكو يعني قبل الحمام، وعاد كندخل ندوش يعني كيكون مسرح، يعني كنديرو غير شامبوان اولا مثلا كنديرو الغسول حتى هو مزيان. وصافي يعني مثلا ما كنبقاش كنمشط فيه، كنمشط فيه داك المشيط الخايب، لحقاش الزغبه تكون المسامات ديال الراس ديالنا كيكونوا محلولين، والزغبه كطيح، يعني انت تبقي تمشطي 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 تلقاي المشطه ديالك عامره عامره شعر. يعني انا ما كنحملش نهائيا مشط شعري في الحمام اولا في الدوش، كنمشطو قبل ما ندخل الحمام. ومهم دابا غادي نسرح شعري معاكم. الشعر ديالكم ما تبداوش تسرحوا، يعني دابا كيف ما قلت لكم شعري راه معقد يعني مخبل اولا، المهم كل واحد كيقولها، لحقاش كنعس به مطلوق، مثلا نجمعوش ولا نضفو ولا شي حاجه، كنخليه مطلوق باش كيبقى مرتاح وكيتنفس. و كيكون فاش كيكون الشعر مخبل من الاحسن تمشطوه من التحت هو الاول، حيت ما تبداوش من هنايا هو معقد وتبداو تهبطوا، لا سرحوا هذاك التحتاني بحال هكا، ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا، سرحوا شعركم التحتاني وعاد طلعوا الفوقاني بحال هكا، باش تلقاو داك التحتاني ساهل. هانتوما شتو، هانتوما دغيا هو بدا يتسرح، المهم هي هاد الشيء، هادي تسرحات، هادي هي تسرحات، هانتوما بديت من التحت وعاد طلعت للفوق، أو عاوتاني هاد الشيء هادي، وهانتوما كنبدا بالتحت وعاد كنطلع للفوق. على فكره غادي نهضر لكم على داكشي اللي كنت كندير، بزاف اللي قالوا لي واش حماقيتي واش تسطيتي، بزاف اللي عجبهم داكشي اللي درت على اس ام ار اولا الازمه اولا ما كل واحد شنو كيقولها. داكشي ماشي تخابيق، ماشي داتو غير من راسي وماشي حماقيت، بزاف اللي عجبهم داكشي اللي درت، وبزاف اللي ما عجبهمش، بزاف اللي قالوا لي كملي فيه يعني عجبنا بزاف، وبزاف اللي قالوا لي ما تكمليش فيه، ما يعني جا ما عارفينوش اولا اغمس خلعتني. صافي جلسي جلسي، تحلت عليا الباب اغمس، يلا اسي صافي اسي اسي خلعتني، كنقول شكون اللي حل عليا الباب. المهم قلت لكم اسي اسي اغمس اسي، صافي كوشي 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 يلا كوشي هكاك. قلت لكم بزاف اللي ما عجبهمش داكشي وسحب لهم بلي تخابيق ولا انا حماقيت وما عرفت شنو داكشي، انا قلت نجرب وصافي نجرب، يعني ندير داكشي اصلا كيعجبني، كنتفرج انا فداك لي فدوك لي فيديو بحال هكا كيعجبوني. ايوا وبزاف اللي كيقولوا لي الصوت كيجيب لنا النعاس، صوت زوين، يعني ماشي في يوتيوب ولكن شحال هادي، يعني شحال هادي البنات كانوا كيقولوا لي صوت زوين وصوت كيجيب لنا النعاس، واحد البنت كانت تقول لي بقيتي تهضري زعما تهضري هكا تنعس، واحد البنت يعني واحد البنت كزاويه كانت ديما تقول لي بحال هكا. ايوا ساعات بزاف اللي ما فهموش داك الشيء وما عارفينوش، المهم غادي نعطيكم واحد ملخص يعني بسيط او واحد التعريف بسيط على شنو هو الاس ام ار او لا ازمه او لا، مهم
كل واحد شنو يقول له. هو واحد التقنيه ديال ديال الاسترخاء وكتساعد على النوم. وفاش داو يعني بحوث ودراسات لقاو بلي بزاف ديال الناس اللي عندهم اكتئاب اولا امراض بحال هكا ديال الاكتئاب اولا ديال مثلا اللي ما كيقدوش الناس ما كيقدوش ينعسوا في الليل. هاد الازمه اولا ASMR يعني عاونهم بزاف 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 باش يتخلصوا من الاكتئاب وباش ينعسوا يعني بسهوله وباش ينعسوا دغيا. يعني هادشي ماشي سخابيق وصافي. هادشي اللي تاني اول حاجه غادي نديرها مهم غادي نفاق شعري بحال هكا فقت شعري وغادي نستعمل غادي نستعمل الزيت اللي استعملت معكم البنات هي بقى عندي في القايعه اللي درتها معكم في واحد لا فيديو ديال البصله و زيت ديال البصله والثومه. هذه غادي نديرها غير هنايا غير في الفاوه ديال راس ديالي لحقاش هو البنات انا لاحظت الفاق يعني نط لي هنايا شويه ديال الخلفه ها نتوما الا غادي تلاحظوا هنايا المهم خصها المداومه البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا وهنايا حتى هنايا هاد الشاه ما كانش عندي هنايا ها حيدنتي. المهم لاحظت واحد شي شويه ديال الفوق يعني خاص المداومه بيان سور يعني هادشي ماشي غايبان لك بين ليله ونهار خاص المداومه وصافي. هذه بعدا غادي نستعملها في الفوا ديال راس ديالي عاد نوريكم شنو غادي نستعمل يعني الاطراف ديال الشعر ديالي يعني الوصفه اللي غادي ترطب ليا شعري. دابا غادي نستعمل غير هاد الزيت هادي كنبقى نديرها بحال هكا بالكم ازمه ثاني هنايا. المهم كنبقى ندير بحال هكا كنبقى ندير بحال مساج للشعر ديالي وكنبقى ندير هنايا خصوصا هنا باش تنوض لنا داك الخلفه. المهم البنات غادي نكمل بحال هكا الفوا ديال الشعر ديالي كامله وندوز الوصفه اللي غادي نعطيكم لحقاش هادي ديجا خدمها معاكم. المهم كنبقى ندير مساج للفوا ديال شعري بحال هكا فوا ديال الشعر كامل وبامكانكم تهبطوا راسكم بحال هكا وتخدموا مزيان. المهم دابا انا غنوريكم غير يعني بالزبه وصافي. المهم نتوما بقاو ديروا مساج للفوا ديال الشعر ديالكم مزيان وديروها غير بهادو غير بهادو ماشي بالضفات بقاو تحطوا بالضفات تخرج لكم القشا وخرج لكم ما عرفتش شنو غير بهادو بحال هكا وهنايا في هاد البلاصه. هانتوما هاد الخليفه هادي خصها تنوض مزيان هانتوما هنايا عندي وهنايا مازال ما نايضه مزيان شتو هنايا انا في لاحظت الفرق هنا ناطل بزاف شتو. المهم دابا غادي ندوز الوصفه اللي غادي نعطيكم ديال تطيب الشعر الوصفه اللي غادي نديرها للاطراف ديال الشعر يعني من هنايا لهنايا يعني ما غاديش نديرها هنا وبقى ماسي بها غادي نديرها في الاطراف ديال شعري يعني بحال كيراتين ولا شي حاجه يعني كيراتين ديال الدار المهم شي حاجه طبيعيه. الوصفه ديالنا ندير لكم ازمه شويه الوصفه ديالنا فيها بيضه هذه هي الاولى غادي نديرها هنا نفقصها هنايا مهم هيا بيضه درناها وغادي نزيد على البيضه معلقه ديال زيت جونسون مهم بحال هكا. المهم عمرت المعلقه ديالي عمرتها وغنديرها هنا ومن بعد غادي ناخذ زيت البلديه هي عندي هنا اوب اجي لهنا اجي غادي ناخذ زيت البلديه حتى هي واحد معلقه ونص حتى لجوج معلقات على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. ها نتوما معلقه وغادي نبدا نخلط ولا حتى يجي الزيت البلديه غادي نزيد
هانتوما كيولي لنا واحد الماسك بحال هكا صافي. من بعد ما ولات ليا بحال هكا نتوما كتشوفوا غادي نبدا نطبق هذا الشعر ديالي بحال بحال كيغاتين زعما زعما هدات عليا فوطه باش ما نوسخش راسي وغادي نبقى نهز كنبقى ندير بحال هكا يعني بحال كندير شي كيغاتين بحال هكا كنهبط شعري بحال هكا صافي. ولي لي درناها ندوزوها بحال هكا. المهم البنات انا بدلت عليا باش حتى لا توسخت ماشي مشكل درت غير هذا البينوار هذا وغادي نكمل كيف ما قلت لكم بحال هكا بحال كنديرو كيغاتين كتحسوا بشعركم مطيط بهابط بحال هكا وندوزوها لهنا وندوز للزغبة الاخرى حتى هي نشطها مزيان كناخد عوتاني كنبقى نطبقها على شعري وها انا البنات من بعد ما ساليت شعري كامل هانتوما كامل درتو بهاد الخلطه ديالنا وانتوما الا شعركم طويل ديو يعني دوبلو داك المقادير ديو جوج بيضات وكتبوهم الزيت وديو مثلا جوج معلقات ديال زيت جونسون صافي بحال هكا غادي نجمعو بحال هكا ما طلعتش معايا لاستيك المهم هو هاد الجمع بوحديتو و كتغطيوه تقدو ديرو ميكا الى بغيتو تقدو ديرو ميكا وعاد ديرو زعما وعاد ديرو هادي زيف حياتي صافي بحال هكا وخليوها واحد ساعة لاب هكا حتى المهم حتى لساعة كاع وسيو دوشو يعني وغادي تشوفوا النتيجه غادي تبان لكم من الدقه الاولى غادي تبان لكم النتيجه وانا في الوادر الشامبون بغيت نوريكم انا كنغسل بالترا دو ديجا وريت لكم زوين زوين بزاف والا عندكم حتى الغسول راه زوين بزاف 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 للشعر حتى الغسول كنديرو بعض المرات يعني في شتي تساله مهم دابا ما عنديش ما غاديش نستعملو غادي ندير غير زيت جونسون وكيف ما قلت لكم حتى الغسول تقدروا تستعملوه هو كاع وتقدروا فيه هنا غادي تسالى لا فيديو ديال اليوم كنتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم وتجربوا الوصفه بيان سور وحتى لا فيديو الجايه ان شاء الله باي باي.